السلام عليكم، أهلا بكم. استهداف مقر الحرس الثوري الإيراني بالأحواز وسقوط عشرات القتلى منهم وخروج مدن عن السيطرة ودخول الحزب الديمقراطي الكردي لبعض المدن ومدن كتيرة جدا، ولكن في مصادر تؤكد وخبر أن في بعض المدن سقطت في يد المتظاهرين، مدينتين تقريبا. أيضا كلام خطير جدا ومهم عن الحوثيين والمجلس الرئاسي في النصف الثاني من الحلقة، تابعوني على مدار الحلقة. أهلا بكم على حدث اليوم. طبعا الموضوع المهم جدا على الساحة من أمس، ولكن هو بقى له تقريبا 10 أيام المظاهرات ابتدت، يعني تبدأ في يعني الكيان الفارسي، لكن الآن الموضوع يعني زاد سخونة أكتر باستهداف مقر للحرس البقري الإيراني بداخل إيران، ولكن في مدينة الأحواز. الموضوع بدأ في الأحواز اليوم بعد صلاة الجمعة، قامت القوات الفارسية بإجراء تعسفي بإلقاء القبض على 300 متظاهر تابع يعني للأحواز في مدينة الخفافجية أو في منطقة الخفافجية بمعنى أصح. تم اعتقالهم بإجراء تعسفي كبير جدا، لأن في مظاهرات هتحصل والموضوع هيزيد أكتر، فكإجراء استباقي ابتدوا أن هم يقبضوا عليهم. ولكن المفاجئ مساء اليوم أن تم استهداف مقر للحرس البقري الفارسي بالأحواز. بعد الاستهداف يعني طبقا للمصادر هناك عشرات القتلى من الحرس البقري الفارسي، ده نتيجة طبعا الأحداث الساخنة، وأن هم عايزين ان هم يحرروا الاحواز، وان شاء الله تحصل باذن الله، مش هم بس طبعا وبلوشستان وفي بعض المناطق الاخرى، ولكن الاحداث هناك الساخنه النهارده وخاصه النهارده الجمعه ابتدت تخرج المدن عن السيطره. السقوط ايضا اول قتيل ايراني سقط اليوم في المظاهرات في طهران، وايضا في يعني خروج مدينه اردبيل عن السيطره. يعني دي المصادر المؤكده بتقول ان دي يعني تعتبر خرجت بره سيطره القوات الامن الفارسيه، وان هي تعتبر خارج سيطرتهم تماما. ايضا الممثل يعني ممثل الخمينئي في اصفهان اللي هي وسط الكيان الفارسي يوسف طبطبائي نجاد بيقول كلام خطير جدا، بيوجه رساله يعني للشعب الفارسي، بيقول ان يتصرف يعني على الشعب يعني الفارسي أن يتصرف مثل بداية الثورة الخمينية يعني من 40 سنة، وبيقول أنه عندما كانوا يبلغون عن أمهاتهم وبيبلغوا عن آبائهم وإخواتهم وخالاتهم وجيرانهم وأجدادهم اللي خلفوهم، يعني ما عارفش الراجل بيقول كلام غريب جدا، وإيصال تقارير عن القضايا اللي بتحدث حتى لو لم يصب في مصلحتهم الشخصية ولكن مصلحة الوطن أهم. المفروض طبعا ان احنا يعني علي طبطبائي يعني او علي ابو طبق يعني المفروض ان احنا نبلغ عنك مستشفى مجانين، يعني مفيش حد عاقل يقول الكلام ده، ومفيش حد عاقل يعمل اللي انت بتوجهه ليه، يعني انا يعني ولا حتى ممكن واحد يصدق ان الناس كانت بتبلغ عن امهاتها وابوها وخالتها، يعني الكلام انت بتقوله ده غريب جدا. ده على وكالات الانباء الرسميه الايرانيه علي طبطبائي نجاد بيقول كده، اللي هو ممثل الخميني في اصفهان اللي هي في وسط ايران. وفي نفس الوقت ان هو يعني هو مكانك الصح ان انت تكون في مستشفى الامراض العقليه. من ناحيه تانية، سقوط مدينه شهر كارد الإيرانية بعد مدينة كرمنشاه بيد الثوار، سقطت بيد الثوار، وخروج سيطرة قوات الأمن عن الموقف هناك حتى اللحظة. وفي أنباء أيضا عن دخول ثوار للحزب الديمقراطي الكردي إلى الداخل الإيراني، دي برضو تعتبر من ضمن الزخم وسخونة الأحداث اللي هناك. وإحنا عارفين إن حصل قبل كده مظاهرات قوية جدا وعنيفة، ولكن الوضع الآن مختلف شوية، يعني الواحد يعني يحس كده ان الامر قد يختلف شويه. احنا عارفين ان الكيان الفارسي عنده عنف واعتقالات اتجاه الصحفيين واتجاه المتظاهرين، ولكن في الاخير انه ده الوضع الساخن الان في مدينتين خرجوا عن السيطره وسقطوا بيد الثوار. من ناحيه تانية، في خبر يعني من الكيان الفارسي طبقا لوكالات الانباء الرسميه الفارسيه، هو خبر يعني مضحك شويه، بيقول تم إحباط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن. يعني الكلام غريب جدا،
يعني تم يعني إحباط عملية اختطاف سفينة إيرانية. طب هو في حد بيخطف في البحر أو في أي غيركم أنتوا؟ يعني الكيان الفارسي ده هو أصلاً عايش على الاختطاف. يعني مين اللي خطف الثلاث جزر الإماراتية؟ أنتوا. مين اللي خطف الأحواز؟ أنتوا. مين اللي خطف بلوشستان؟ أنتوا. مين اللي خطف اليمن؟ أنتوا. يعني مين اللي خطف سوريا؟ ومين اللي خطف العراق؟ ومين اللي خطف لبنان؟ أنتوا. مين اللي خطف غزة؟ وخل يعني اذا كانوا هم حتى اخوان، بس هو خطف يعني تم اختطاف غزه. انتوا مفيش حد تاني غيركم. فانتوا عايشين على الخطف، عايشين على السرقه، عايشين على الغير، عايشين على التنكيل بالغير. فما تجيش تقولوا ان انتوا اتحررتوا سفينه وكمان ايرانيه. يعني انتوا يعني واحد خاطف بيحرر خاطف، يعني زي يعني الكلام برضو يعني هم مش لاقيين خبر فبيزقوا الخبر ده بصراحه. يعني من ناحيه تانيه انه في مصادر استخباراتيه دوليه بريطانيه من الايه، يعني مصادر استخباراتيه بريطانيه بتتحدث ده. الكلام ده على فكره يعني بقاله يعني اسبوع تقريبا، ولكن الموضوع اتكرر انه في تحضيرات حوثيه وتحضيرات حكوميه للمجلس الرئاسي والجيش الوطني لجوله قادمه في حرب اليمن. يعني يبدو ان في عاصفة الحزم يعني بارت 2 او الجزء الثاني بانتهاء الهدنة بعد اسبوعين اثنين. يعني واضح ان الهدنة مش هيتم تمديدها ان لم يزعن المجلس الرئاسي. يعني يجي المجلس الرئاسي في الاخر ان هو يزعن عشان خاطر ان هو يتم امتطاؤه لمرة تانية. الكلام اللي انا هقوله دوت يعني حبا، وليس ان انا بجلد، ولكن اذا كنت هجلد حد انا يعني خايف عليه فممكن يتسمى كده. هي رساله للمجلس الرئاسي اللي وافق على اصدار جوازات السفر من شيعه الشوارع للرحلات اللي هتبدا يعني كمان يومين لوجهه الاردن، وجهه عمان بالخطوط الجويه اليمنيه. يعني اذا كنت انتوا يعني اصدرتوا الجوازات ديت، يعني دي مقابل، يعني الجوازات دي كانت مقابل يعني ايه؟ مقابل الهدنه. طب ايه هيكون المقابل اللي انتوا هتدوه لاشاعه الشوارع مقابل السلام الدائم؟ يعني لو انتوا هتمدوا الهدنه بقى كمان شهرين، في شهرين ايه هيكون المقابل؟ هيكون المقابل ايه؟ يعني كفايه يعني يتم امتطاء المجلس الرئاسي لهذا المدى. الموضوع بقى صعب. انت حتى لم تقايد جوازات السفر يعني مقابل فك الحصار عن تعز، او حتى دفع المرتبات، او الزام شيعة الشوارع بلجنة دولية بانه يعني الغاز والمحروقات والمرتبات توصل للموظفين تحت الاحتلال الحوثي، يعني يتم دفعها. لكن انت بدون مقابل خالص. طب يعني هو مسك عليك زلة؟ يعني شيعة الشوارع مسك عليك زلة غير مفهوم، يعني بدون مقابل غير مفهوم وغير مبرر. الناس مش بتئن في صنعاء والحديدة والمدن المحتلة في اليمن. الناس يعني تحت هم يعني ميتين. الناس بتموت وانتوا مش حاسين. انتوا قاعدين في عدم بقالكوا دلوقتي اكتر من 35 يوم استلمتوا، وفي الاخر مفيش اي نتيجة. ايه النتيجة؟ يعني أنا مش شايف أي تغييرات. يعني لا معين عبد الملك اتغير، ولا وزير الدفاع، ولا في أي إجراء. مفيش أي عصا غريزة شايفها شاعة الشوارع، وإن المواطن حتى شايفها. يعني تغيير العملة حتى مفيش، يعني ما اتغيرش. أسعار المحروقات ما نزلتش. يعني طب إيه المقابل؟ يعني إيه المقابل؟ الناس شايفة إيه؟ أنا مش عايز أتكلم عن بقية المصادر الاستخباراتية الغربية بتتكلم عن إيه؟ تقسيم. انا مش يعني ما الموض... انا مش عايز افتح كلام اكتر من كده. عايزين نشوف حاجه ايجابيه من المجلس الرئاسي. خلوا عندكم دم شويه. يعني الناس موجوعه. هتتحاسبوا قدام ربنا على الشعب ده. هو انتوا عشان مش جايين عن طريق صناديق انتخابات ومفيش يعني ديمقراطيه ومفيش اي حاجه، فانتوا يعني تم تعيينكم كده، يبقى انتوا خلاص مش هتتحاسبوا قدام ربنا؟
لا هتتحاسبوا طبعا، كل يوم بيمر عليكم والناس دي بتئن من الفقر والجوع ان هم تحت رحمه احتلال، انتم محاسبين عليهم، انتم كمجلس عسكري مجلس رئاسي انتم محاسبين عليه. كل دقيقه بتمر على ان الناس ان هي جوعانه، مش يعني مش شقه الشوارع اللي هتحاسبه، ليس بعد الكفر ذنب. يعني هم دي ناس خلاص عدوا مرحله شقه الشوارع، دول عدوا مرحله الكفر، لكن احنا بنتكلم عليكم انتم كمجلس رئاسي. الناس دي يعني في رقبتكم، هتروحوا بيها تتحاسبوا قدام ربنا. انتوا ازاي بتناموا بالليل وشايفين الناس دي كده بتئن؟ ما تجيش تقولوا بقى اصل هم تحت حكم الشيعة ولما نيجي نحررهم، لا طبعا لازم انتوا تحرروا ارادتكم الاول، لازم انتوا تحرروا نفوسكم الضعيفه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.